اهلا بيكم متابعي ومشاهدي جريدة وموقع اهل مصر، معكم على اللايف ابراهيم ياسر محافظة القليوبية، مع لقاء الام المثالية لمحافظة القليوبية الحاجة عايدة محمد السيد. اهلا بيك يا حاجة. احساس حضرتك ايه لما عرفت انك ام مثالية؟ فرحت جدا، فرحت أوي أوي أوي، فرحت فرحت جدا، فرحت الحق. طب مين اللي قدم لك على مسابقة الام المثالية؟ أنا بتشجع ولادي، ولادي شجعوني إني أقدم، بيقولوا أنت تستحقي تبقى مثالية، قدمي ممكن تحكي لنا قدمي. قصتك أو قصة حياتك؟ يعني الحمد لله جوزي توفى من 21 سنة، الحمد لله بفضل ربنا عز وجل ولادي متفوقين، ابني دخل كلية الطب وثلاث استشاري أمراض البطنة، بنتي دخلت كلية الهندسة مهندسة، حاليا مقيمة في الرياض مع جوزها، فالحمد لله ربنا أكرمني يا ابني آخر كرم، يعني الحمد لله. عندك ولد وبنت فقط؟ بس الحمد لله، الحمد لله بفضل ربنا. مين اللي قدم لك؟ أولادك اللي قدموا لك في مسابقة الأم المثالية؟ انا قدمت، رحت قدمت التشجيع منهم، قدمت إزاي؟ خطوات التقديم؟ خطوات التقديم قدمت، قالوا لي هاتي صورة شهادة ولادك، شهادة الأولاد اتخرجوا من الكليات، صور ميلادهم، صورة الزوج القسيمة، عامل لي قيد عائلي في السجل في الرجوين، عملت استقبلت الخبر ازاي واحساسك ايه لما قالوا لك انك فزتي بالام المثاليه على محافظه القليوبيه؟ سعيدة جدا، سعيدة جدا جدا، فرحت بجد، الحمد لله الحمد لله. كلمينا بقى عن ابنائك واحفادك، عندك كم ابن؟ حد كان ليه فضل ان هو ساعدك في تربيتهم؟ جوزك مثلا توفى من كام سنه؟ جوزي توفى من 21 سنة، الحمد لله، يعني الحمد لله هما كانوا متفوقين، ابني الدكتور محمد عبد المنعم كان دايما بيطلع الأول على دفعته، الحمد لله. بنتي كانت متفوقة برضو الحمد لله، كانت مهندسة، فضل ربنا عز وجل، ربنا عامل، الحمد لله ابني، الحمد لله. حد كان داعم ليكي في رحلة نجاحك دي حابة تشكريه؟ مين هو مثلا؟ الفضل ربنا الأول، ثم عز وجل، ثم أهلهم من ناحيتين، إخواتي وعمامهم، بتحلمي وأنبسط بإيه؟ معاهم. هل نفسك في حاجة بتحلمي بيها إنك تحققيها؟ أتمنى من ربنا إن شاء الله أن يحفظ لي أولادي ويخليهم، وأشوف أحفادي زي أولادي كده، أشوف عبد المنعم على اسمه، تعالى على اسم جده، وأشوفه حلو، الحمد لله إن شاء الله، وأفرح بهم يا رب إن شاء الله، وأفرح دولت أحفادي. أحفادك أبنائهم؟ أحفادي، أحفادي، طب كلمينا عنهم كده. عبد المنعم محمد، عبد المنعم الدكتور محمد عبد المنعم في سنة 6 السنة دي، إن شاء الله يبقى حلو، إن شاء الله شاطر. ملك محمد عبد المنعم أخته في أولى ثانوي، متفوقة برضه إن شاء الله زي باباها، متفوقة حلو. أبو هيثم أحمد حسين عودة، بنتي، وهي هنا في طب أسنان أكتوبر، وهي عندي عشان باباها ومامتها في الرياض، هي هنا عندي عشان هي في جامعة أكتوبر في طب أسنان. حابة توجهي كلمة لحد؟ بشكر كل اللي ساعدوني، اللي وقفوا جنبي، اللي دعموني، بشكر كل اللي رشحوني، أشكرهم كلهم والله، الحمد لله، التوفيق إن شاء الله يا إن حاجة. شاء الله. شكرا متابعي ومشاهدي جريدة أهل مصر.